السلام عليكم. من المعروف دولة الإمارات لمساتهم الخيرية، فعل الخير، وقفتهم مع أخوانهم أشقائهم مع الدول العربية والمسلمين كلهم، كلهم أفضل من بعد الله، أفضل كثيرة، وما حد يستنكر ذي الشيء، وكلنا ننتظر أن احنا نرد شيء من هالجميل، شيء جمايل، يعني مغرقين دول كثيرة، ونرفض أي تهديد. في فرق يا جماعة، في دول لها لمسات خيرية وفي دول لهم لمسات، ولكن للأسف لمسات شيطانية كحكومة التركية، وحين يرسين يهددون الإمارات، لأن الإمارات من الدول اللي واقفين فيهم ضد الأعمال الإجرامية، يحاولون يتدخلون في كل الدول، لكن للأسف لمسات شيطانية لعدم الخير، للسيطرة. لا تنسون، رجعوا للتاريخ، تاريخ الإسلامي عاد، مو تاريخ السيطرة والقتل والإجرام. الملك لله، السيطرة لرب العالمين. أي حد يخطط لذي الأمور من نهايتهم معروف الفشل. وحين أنتوا قاعدين تدخلون في الدول الخليج، الدول العربية، الدول ذي، وتبون ما حد يقاومكم وتأخذون راحتكم، لا، هاي العصر انتهى، هاي الزمن انتهى يا جماعة. وانت حين في وقت الابتلاء، رب العالمين يعني وضح للكل وبين حق الكل مدى ضعف الناس، ضعف الدول، شلون قدرتوا تواجهون ذي الأزمة. ولكن تهديد دولة الإمارات الشقيقة الأمر مرفوض، ولا تنسون أنه ما راح تواجهون بس الإمارات، لا، خلوا في بالكم في دول كثيرة بتوقف، وناس كثيرين العسكريين ومدنيين ضدكم، ضد العمل الإجرامي. شنو لمساتكم في شرق الأوسط، دول عربية، دول الخليجية، شنو لمساتكم غير لمسات إجرامية؟ وما تبون أحد يعني يتصدى لكم، هاي أمر رب العالمين يسخر لهذه الدول، يعني أنهم يدافعون عن الحق، نفس ما أنتوا يعني في الباطل. فلا تتوقع أن أنت تأخذ راحتك في إجرامك، في عمليات الشيطانية، تعاونك ضد الدول عشان تتسيطر في النهاية، وهالدول مخدوعة طبعا، ما يدرون مدى خبثكم، مدى نيتكم أنتم في النهاية، وهالت الدول اللي تعاونون وياكم شلون بيندمون على ذي الشيء، ويكونون يعرفون بعدين مع الزمن مع التاريخ أن حطوا يدهم في يد الشيطان. وما لكم إلا رب العالمين قوته وسخته صغيرة حق هالدول أن يقفون وياكم. نقول لكم لا ثم لا، استنكار ونرفض الأمر، وكلنا ضدكم، وكلنا مع دولة الإمارات الشقيقة وأي دولة إسلامية تدافع عن الحق.